مفروض. فهذا الموضوع كلش حلو باعتبار انه اني من احد المشاركين بملكات الجمال الدوليه. دام الاشخاص خلينا نقول عن مجتمعنا، فالسؤال يوجه ليش على اساس يختارون؟ شو مثلا هاي مو حلوه ليش يختاروها؟ والله ماكو بنيه مو حلوه. لا انا القصد انه ملكات الجمال هي اكو مقومات على اساسها يختارون ملكة جمال العالم، الارض، اليونيفرس، الورد وغيره من هاي الامور. هذا الشخص ما متطلع على اساس هالمفاهيم، لازم تكون عندها فد محط اساسي بالامور مال ملكات الجمال. صح. تكون معنيه بالثقافه، بالوضع الخاص بدولتها، مشاركتها او اللي تساهم بها تجاه بلدها وغيرها من هاي الامور، افكارها. وهاي الامور ممكن انه ما تتخذ بليله واحده مثل ما يشوفون، هاي المشاركه تطول عندهم شهر. هاي انه انتم ما تشوفوا وما حطلوا ابد ماكو اكل وشرب.